أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. بل اتبع الذين ظلموا فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. فأقم وجهك الدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. من كانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. صدق الله العظيم.